مساء الخير. دوري كرة القدم رح يرجع وترجع معه حماسة الجمهور وكل حدا لنادي. هذا الدوري يلي بلش ما عاد عرف كيف يكمل. نبيل معلول وضع الروزنامة وقرر أن الدوري لازم يبلش بشهر آب. أما مدربنا السابق للمنتخب نزار محروس فقرر توقيف الدوري كرمال معسكرات المنتخب التحضيرية قبل التصفيات. توقف الدوري دفع ثمنه الأندية من مصاريف زيادة وعدم استقرار فني. كلنا بيعرف الوضع المادي السيء لكل الأندية. هلا أكيد مصلحة المنتخب فوق الجميع، لكن بالعقل وبالتوافق مع الأندية. بكرة رح تبلش المباريات. في كم سؤال، يا ترى كيف رح تكون مستويات الأندية فنيا؟ الملاعب كيف رح تكمل بهي الحالة المتردية لأرضيتها؟ لجنة تسيير الأمور المؤقتة قديش قادرة توصل الدوري لبر الأمان قبل ما يستلم اتحاد جديد الدوري بمراحله الحاسمة والأخيرة؟ قديش قادرين تحموا حكام المباريات من أي اعتداء لفظي أو جسدي؟ وهلأ الموضة الجديدة أنه نضرب كف للاعب المنافس إذا كنا مزعوجين، مثل ما صار مع ملاكمنا، عفوا مع مدرب حراس منتخبنا للناشئين. هاي الأسئلة بحاجة إجابة. السادة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، المطلوب منكم أكثر من هيك لحتى نقول عنا دوري محترفين على أساس. واقع الأندية المادي والاستثمارات هي مسؤوليتكم، تطوير العمل الرياضي كمان مسؤوليتكم. وعلى سيرة المسؤولية، شو التحضير يلي عم يصير لأبطالنا يلي لازم يشاركوا بأولمبياد باريس سنة 2024؟ شو الخطة يلي عم تشتغلوا عليها لنقدر نجيب ميداليات؟ حكينا من آخر يوم بمشاركة أبطالنا الأولمبيين إنه التحضير لازم يبلش فورا، بس لهلأ ما سمعنا شيء ولا شفنا شيء. معقول بسنة 2024 نرجع نندب حظنا ونحكي على قلة الاستعدادات والتحضير وتكون حجاجنا جاهزة؟ ممكن. الرياضة تبنى بالإدارة والتخطيط والتدريب، وغير هيك رح نبقى مكانك راوح. يسعد مساكم. مساء الخير مجد. يسعد مساك عمر، مساء الخير لكل المشاهدين انضموا لنا بحلقة جديدة من برنامجكم الرياضي 90 دقيقة. دائما المقدمة عم تكون وافية وكافية عن الأسبوع الرياضي اللي عم يمر من الأحد للأحد، عم نحكي عن مشاكلنا، عم نحكي شو عم يصير معنا. نحن اليوم على أبواب سنة 2022، باقي 18 يوم إن شاء الله، يعني يا رب تكون السنة الجاية سنة خير للجميع على المستوى الشخصي وعلى المستوى العائلي والمستوى الرياضي. نحن اليوم عنا مشكلة كتير كبيرة عانينا منها هاي السنة. خلاصة السنة كلياتها طلعت ببرونزية البطل مع أسعد بنوجه له تحية كتير كبيرة بأولمبياد طوكيو. للأسف رح نرجع نقعد ونحكي نفس الكلام ونعيد ونكرر نفسنا بنفس المشاكل، نفس الأمور اللي عم تصير معنا. هي عبارة عن مشاكل وتخبطات بمعظم الرياضات، إن كان على مستوى العمل الإداري، إن كان على مستوى تأشيرات السفر، إن كان على مستوى التحضير، إن كان على مستوى الوصول المتأخر إلى بعض الأماكن أو الأدوار ببعض الرياضات، إن كان على مستوى مشاركة محلية أو عربية أو خارجية. عم نكرر نفسنا من عم نكرر أخطائنا يعني نفسنا، بقصد أخطائنا. خلينا نقول أنا يعني بوعى، خلينا نقول 10 سنين 15 سنة، مكانك راوح، ما عم نقدر نعمل شيء. نحن عم نعيد نفس الكلام، عم نعيد نفس القصص عم تصير معنا، نفس الأشخاص عم تدور حكينا فيها بأكثر من حلقة، ما عنا نقل. يعني إحنا هلأ إذا بدي أقول لك شو عاملين رياضيا من كل هالسنين، الإنجازات الأكبر هي البطلة غادة شعاع، البطل معن أسعد، أخذنا بطولة غرب آسيا وبطولة المتوسط، بالإضافة ل خلينا نقول طفرة أستراليا بالملحق تبع كأس العالم الماضي، يعني وكأس آسيا للشباب بال 94. يعني نحن ما عم نقدر نعمل شيء، يعني دروسنا عم نوقع فيها كأخطاء، ما عم نستفيد. واحد بيقول أنا استفدت من خطأي، اللي واحد لازم يتعلم من كيسه مثل ما بيقولوا. نحن ما عم نقدر نتعلم، والأيام عم تمرق وعم نعيد نكرر حالنا كل مرة. إن شاء الله يا رب هالسنة الجاية بتكون غير، لأنه نحن عنا إيمان بالمسؤولين الرياضيين الشباب اللي هلا نحن عنا ثقة فيهم لحتى يقدروا ينشلونا من هذا اللي نحن فيه. خلونا مشاهدينا نحكي اليوم أبرز عناوين حلقة 90 دقيقة مع بعض. ماذا بعد المشاركة في كأس العرب؟ وهل استخلصنا الدروس من أجل التصفيات المونديالية؟
دورينا يعود من جديد والأندية ليست راضية على قرارات الاتحاد. قطار الدوري السلوي انطلق دون أي تعثر للكبار، فماذا عن قمة الجمعة بين الاتحاد والجيش؟ طبعا عمر عشنا فرحة كتير حلوة، كان صرنا زمان ما يعني عشنا، هي انتصارنا على تونس بكأس العرب بالمجموعة اللي ضمت سوريا، تونس، الإمارات وموريتانيا. انطلقنا متأخرين بالشوط الثاني بهي البطولة من مباراة الإمارات، فقنا على حالنا، يعني هي الكلمة نضل الأولى وصلنا متأخرين، بس نحن فينا نقول إنه الحمد لله قدرنا نكسب منتخب عنده روح تعودنا عليها تكون موجودة معه لهذا المنتخب. شفنا رجال بأرض الملعب حتى رغم خسارتنا مع موريتانيا، بدنا نقول لهم يعطيكم العافية يا شباب، ما حدا قصر فيكم. هون فينا نقول هارد لك فعلا، رغم فارق المستوى بالدور الثاني اللي عم نشوفه نحن بمنتخبات مصر، المغرب، الجزائر، مصر، قطر، بس مو غلط اللي عملناه نحن بهي البطولة، بالعكس كان أكثر من ما نحن متوقعين. رحنا نافسنا، سجلنا أهداف، سجل بمرمانا أهداف، سجلنا الأخطاء، لازم نعرف نحن وين أخطائنا. نقول لهم يعطيهم ألف عافية أكيد لشبابنا. وهلأ رح يرجع الدوري بعد ما انتهت المشاركة، باقي بعد 120 يوم نحن، بس لعبنا ست مراحل نحن، 120 يوم ست مراحل، ب 12 يوم أربع مراحل. هذا التخبط اللي عم نحكي عليه، وهذا الشيء اللي دائما بنحكي إنه روزنامة مقدسة، لازم يكون عنا عارفانين وين توقفاتنا، وين نحن لازم نكمل. في مشاكل كتير كبيرة مجد. أكيد عمر، نحن رح نحكي تفاصيل كتيرة عن موضوع المنتخب وموضوع الدوري. مشاهدينا خليكن معنا لنعرف مين هو ضيفنا وشو الأجوبة اللي رح يقلنا إياها. لن أستسلم للهزيمة ولن أسمح للفشل أن ينتشر في عروقي. ما هو المستحيل؟ لا شيء، المستحيل لا شيء، أي شيء ممكن. برجع برحب فيكم على جديد ببرنامج 90 دقيقة. اللي ما عنده كهرباء حضرونا على صفحة 90 دقيقة على الفيسبوك، وأكيد ضيفنا صار معنا بقلب استديو، ضيف دائما بيقولوا عنه مثير للجدل، ناقد بطريقة كتير كبيرة، مرحلة الصراحة عنده لمرحلة كتير في ناس بتكون متضايقة منه أو ناس بتكون مبسوطة منه. انتقل لقبة الفحاء اللي كان هو ينقد هذا المكان. ضيفنا لليوم الكابتن وائل عقيل، يسعد مساك. اهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم. اهلا وسهلا فيك كابتن عمر. كابتن وائل، اكيد بتشرف بوجودك معنا، وظهورك الاخير للبرنامج معنا كمان اثار الجدل كثير بوسائل التواصل الاجتماعي بتصريحاتك اللي تعودنا عليها دائما. اخر مره حكينا عن حظوظ المنتخب بالتصفيات، حكينا عن المنتخب بمشاركته بكاس العرب، حكينا عن موضوع المدرب، كان لسه ما كان تم تعيين المدرب تيتا. اليوم نحن مع المدرب تيتا ورحنا على قطر، اختلفت العالم بين انه المشاركه كانت ايجابيه او سلبيه. خلينا نشوف نحن من وجهه نظرك كمشرف على الدوري السوري في الاتحاد الرياضي المؤقت وخبره كرويه. اتحاد كره القدم مؤقت. اتحاد طبعا، انا قلت الاتحاد الرياضي مؤقت، اتحاد كره القدم مؤقت. تمام. هلا بالنسبه لمشاركه المنتخب بكاس العرب، يعني اكيد انت لازم ما تبعد عن المشاركات،
يعني مهما كان حتى ولو كان على سبيل المشاركة، فهي المشاركة هي بتكسب خبرة لبعض اللاعبين. اليوم لاعبين المنتخب تختلف عن اللاعبين الدوري هي بالخبرة الدولية. الخبرة الدولية كل ما اللاعب انت اذا بدك تكسبه لقدام، وخاصة اللاعبين على مستوى الاعمار الصغيرة، بدك انت تحقق له اكبر عدد من المباريات الدولية حتى يكتسب الخبرة الدولية، او حتى تروح عنه الرهبة الدولية اللي بسموها. وانت كنت لاعب دولي بتعرف شو معناتها الرهبة الدولية، تختلف اكيد عن المباريات المحلية. فلذلك انت اليوم اذا بدنا نحن نقيم او المشاركة، فهي مشاركة اكيد مجدية، اكيد الى ايجابياتها اكثر من سلبياتها. يعني نحن انت اليوم في لاعبين قدمتهم للمنتخب، قدمتهم للجمهور، قدمتهم للمستقبل. حتى انت في لاعبين تقدمت للمستقبل، صار في انت عندك تفكر انه انا مثلا بعد، حتى اذا كان انا بدي افكر للكأس العالم القادم او كأس اسيا القادم، فانا كسبت فيه عدة لاعبين كسبتهم. لذلك انا بقول ايجابيات هاي المشاركة كانت اكبر بكتير من سلبيات يمكن لا تذكر حتى. يعني خسارة الامارات، حكينا مع الكابتن نور عبد القادر اللي هو مدير المنتخب، شو الهدف من المشاركة في هاي البطولة. اليوم عم تقولي انت انه اللاعبين بيكتسبوا خبرة، اكيد ونحن كلنا مع هذا الفكر، ولكن اليوم في جمهور انت مسؤول عنه، لهذا الجمهور كاتحاد كرة قدم. اليوم انتو بالتصفيات الفريق ما عم يؤدي المطلوب منه، بكأس العرب تفاءل الجمهور من بعد مباراة المنتخب الإماراتي بالشوط الثاني، خلينا نحكي اجت مباراة تونس كانت مباراة جيدة جدا للفريق السوري، المفاجأة والصدمة مباراة موريتانيا اللي أقلها كانت أهلنا للدور يلي بعده. ليه نحن هالقد أدنى؟ ليه لهون قادرين نوصل؟ هذا أنا بالنسبة لموضوع البطولات المجمعة، دائما نحن على مستوى كتير منتخبات مرقت، يعني بتشوف انت بالبطولات المجمعة منتخباتك ما كتير عم تنجح بصراحة. السبب التحضير للبطولات المجمعة يختلف للتحضير للبطولات الطويلة الأمد، يعني مثل التصفيات. نعم. فأنت اليوم هل انت هيئت تدريباتك، نوعيات تدريباتك ونوعيات مبارياتك الودية اللي هي طبعا ما صارت، كانت معدومة لهي البطولة المجمعة، هل انت هيئت اللاعب انه يلعب مثلا بعشرة ايام او تسعة ايام ثلاث مباريات؟ هل انت تمتلك، يعني انت اليوم لا تنسى انه انت طلعت على بطولة العرب بمدرب ومساعد مدرب. صحيح. فقط، لا ما اخذت معك معد بدني لحتى يعمل لك استشفاء، ما اخذت معك، يعني اليوم هل اللاعبين كانوا، انت اليوم حتى ان ثقافة اللاعبين يا هل ترى؟ اكيد اللاعبين كونهم انه حابين يبرزوا، وخاصة انه هي البطولة فيه لاعبين جدد حبوا يثبتوا نفسهم للناس، يورجوا نفسهم للناس، بطولة كل الدنيا عم تشوفها. فاليوم يعني بده يقدم نفسه. لكن انت اليوم هل نحن كنا جاهزين لهي البطولة؟ نحن ما كنا جاهزين لهي البطولة. ليش شاركنا فيها؟ ها؟ ليش شاركنا فيها؟ شاركنا فيها لانه لازم نتواجد صراحة. بس لكن انا بقول لك شغله، نحن كنا عم نحكي بالاساس، انا حكيتها وقت اليوم استقال اتحاد كره القدم السابق وبقي الجهاز الفني على ما هو عليه. قلت لهم انا ليش بقي الجهاز الفني ما دام اتحاد كره القدم استقال بسبب سوء النتائج، نتائج المنتخب هي اللي روحت الاتحاد، يعني خلته يقدم استقالته، ما عاد يتقبلوا الناس، يتقبلوا الجمهور. وفعلا هي بيني وبينك يعني الصدمات الكبيره اللي صارت على المنتخب، نحن ما يعني الناس ما تقبلتها ولا بشكل من الاشكال، وخاصه مو بس انت اليوم في ناس بتتابع كره قدم وبتقيم، انت اليوم ما عم تقنع لحتى انا حتى اقتنع بفريقي، اقول والله يا حرام. مثلا مباراة الامارات وخاصة الشوط الثاني بكأس العرب قلنا يا حرام، والله ضيعنا، والله الفريق لعب، صرنا زمان ما قلنا يا حرام، صرنا إيه زمان ما تمام انبسطنا انه يا حرام. مع ذلك انت اليوم مباراة موريتانيا، هلا الاستاذ مجد قال انه اوكي نحن خسرنا، لكن قدمنا شيء. ممكن انت هلا لو تعكس يمكن مباراة موريتانيا، لو لعبنا اول مباراة او ثاني مباراة بجوز كنت تربحوا لموريتانيا، وبجوز كنت تخسر مع الامارات نفس الشيء، او بجوز تخسر مع تونس.
لانه انت كمان كنوعيه لاعبين مو جاهزين. يعني اذا انت انتبهت في لاعبين اكثر من 60 70 دقيقه ما كانت عم تقدر تعطيك في المباراه، وهذا كان واضح على فكره. طيب. خلينا نكون صريحين وشفافين، وبعرفك قديشك صريح وجريء في كلامك. اليوم كرة القدم من 12 سنة لهلا، من 14 سنة لهلا، خلينا نحكي الإنجاز الوحيد اللي الحقيقي هو التصفيات الماضية. هون وقت خسر المنتخب مع أستراليا قالوا لك الله يعطيهم العافية الشباب، ما قصروا، سبنا شيء للمستقبل. لكن اليوم يا كابتن في عنا مشكلة بالتعاطي مع الاتحادات، ما راح لك اتحاد المستقيل، مع هدول الاتحادات اللي اجت استلمت بانتداب مدرب لا يصلح، رد تكليف مدرب وطني مثل كابتن نزار محروس اللي كان على غير قناعتهم هن انه يكلفوا مدرب منتخب وطني، اليوم بمدرب اجنبي، حججنا جاهزه، تبريراتنا جاهزه، ليه نحن الفريق الوحيد اللي بهالمنطقه عندنا هي المشاكل؟ لبنان بيعاني مثل مشاكلنا ماديا اقتصاديا، حاله البلد، الوضع، لبنان واضح وعم يكون وربحنا تصفيات مشان ما نضحك على بعضنا. اليوم ليه نحن جاهزين للتبرير؟ ليش احنا ما عندنا محضر بدني؟ وين اللجنه المؤقته هي اللي عم تشتغل لحتى توصل هذا الفريق لبطوله عربيه مثل هذه البطوله القويه اللي انت عم تشوفها اليوم؟ لا اوصل انا بس بمدرب بمساعده، هذا انا كجمهور ما بيهمني، انا بيهمني شوف فريقي عم يربح او عم يؤدي اداء ممتاز، واذا خسر بقول معلش الله يعطيك العافيه. بقناعتك مباراه موريتانيا تحت، مع احترامنا لفريق موريتانيا اكيد، تحت اي بند من ما بصير تخسر معهم؟ ما هو انا حكيت مع الكوتش تيتا، هو اللي ضايقه اكثر شيء مو انه بس ما تاهلنا، ضايقته الخساره جدا تماما جدا. الخساره كانت يعني بصراحه غير متوقعه. بس لكن انت اذا بتشوف مباراه موريتانيا بترجع عليها بتلاقي انت الهجمات اللي صارت عليك من المنتخب الموريتاني معظمها اخطاء منك. صحيح، اخطاء. يعني انت بتلاقي الظهير اعطاهم اياها 3-4 مرات، قلب الدفاع اعطاهم اياها 3-4 مرات، اخطاء بالتمرير، ولم تكن هجمات. انا سؤالي هو هذا السؤال الكبير، ليه نحن بدنا نضل ملحوقين بهذا الكلام؟ ليه تبريراتنا جاهزه؟ ليه ما نكون صح؟ انا ما عم برر لك. لا ما بحكي عليك، عم بحكي بالمجمل كره القدم السوريه. اليوم نحن اول شيء نحن اللي قال لك شغله، هلا نحن انه على 12 سنه نحن ما عملنا شيء انجاز. لا، المنتخب لا تنسى 2012 عمل غرب اسيا. هلا كابتن نحن قلنا عنا بعض الطفرات، اخذنا غرب اسيا، عملت غرب اسيا، عملت منتخب ناشئين كاس عالم، عملنا منتخب ناشئين كاس عالم، عملت هدي منتخب اولمبي لو سمحت. تمام تفضل. منتخب اولمبي المشاركه السابقه، منتخب الاولمبي ربح على اليابان. ما وصلنا للاولمبيات يا كابتن، ربحنا على تونس امبارح. انا معك، نحن ربحنا على تونس. انت عملت مع المنتخب الاولمبي. نحن مشكلتنا طيب وينه هذا المنتخب الاولمبي؟ بس اسمح لي دايره كمان. ما هي مشكلتنا. هي مشكلتنا نحن، مشكلتنا بنوصل بنشارك في بطوله بسيستم معين، باستراتيجيه معينه. نحن بنرسم الاستراتيجيه لهي البطوله بس نحن ما عم نخطط لقدام. نحن عندنا التخطيط بصراحه بكره القدم، يعني انا ما عم اقول لك انه انا افلاطون غيرهم، لا، نحن كلياتنا ما عندنا تخطيط، لانه نحن حاليا صار لنا 10 سنين 12 سنه منغلقين. نحن منغلقين بصراحه، انت لاعب يجيك محاضرين على لا مستوى التنظيم ولا على مستوى التكتيك ولا على مستوى المهاره ولا على مستوى انت يعني انت ما عم يجيك كمان. تمام وانت يعني الشاطر المدرب اللي معه عم يمتلك امكانيه ماليه عم يطلع يعمل دوره برا، عم تجي بيجيك بفكر مختلف شوي. لكن انت اليوم اي 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 عمل برا، انت هلا نحن كلياتنا تفاجئنا بالتفاصيل بتنظيم كأس العرب. هلا كل حدا رح يعمل كأس عرب عنده مشكلة صار يوصل لهذا الليفل تبعهم لقطر. طيب كابتن خلينا نحكي شغلة كتير كتير مهمة بموضوع اللاعبين بالفترة اللي عم تحكي فيها حضرتك. نحن معظم لاعبيننا ولاعبين المنتخب 80% عم يكونوا عم يلعبوا خارج الدوري السوري من فترة ما لها كتير، خلينا نقول بعيدة، فدائما عم يكون التشكيل من خارج الدوري، عم نعتمد بالدوري على لاعبين 3-4 خلينا بالكتير. كمان هون نحن عندنا مشكله بانتقاء المدربين اللي يقدروا يتواصلوا او يقدروا يوصلوا فكرهم لهدول اللاعبين اللي هن بانديتهم. يعني اليوم الكابتن مواس حاطط هدف مع الشرطه العراقي، بنشوف نجومنا الكابتن عمر خريبين دائما عم يسجل عم يصنع، الكابتن عمر السومه غني عن التعريف بالاهلي السعودي، الكباتن كلهم، زاهر ميداني غني نحكي شوي على الاسماء القديمه، الكابتن عمر ميداني، بس عم يجوا على المنتخب ما بنعرف شو عم يصير معهم. لانه الاستراتيجيه عم تختلف عليهم، اسلوب عم يختلف عليه.
اليوم انا وقت بدي اختار اسلوب، انا كمدرب بدي اختار اسلوب يناسب امكانيات اللاعبين اللي عندي. وقت اللي انا بيكون عندي لاعبين هجوميين يمتلكون القدرة الهجومية مثل الخريبين والمواس والسوما، وبنفس اللحظة انا اسلوبي دفاعي، فاكيد ما حتشوفهم مثل ما عم تشوفهم انت بانديتهم. في شيء طبيعي، يعني انت رح يختلف الاسلوب. وقت انت اليوم انت مين سجل لك اجوال المنتخب، اهداف المنتخب؟ خريبين والسوما. خريبين والسوما. فاذا هذا الخريبين والسوما عم ينفذوا المطلوب عليهم اللي هن عم يسجل، بس بنفس اللحظة انت عم تتلقى اهداف. فاذا انت الاسلوب الذي يختاره المدرب الذي لا يتناسب مع القدرة الهجومية اللي بشكل ما عاد عرفنا الاسلوب الدفاعي عم ناكل اهداف وبالهجومي عم سجل. ما هي المشكلة، خلينا المشكلة الاكثر انه بدي اضبط قعدتي لانه خلينا نحن اولاد اليوم تحديدا. اليوم كلياتنا كنا عم ننتظر وصول المدرب الروماني تيتا الى دمشق، جلوس مع المدرب تيتا من قبل الاتحاد، توقيع عقد لمدة سنة ونص، هي على ما يبدو من خطتكم الاستراتيجية بعيدة المدى إلى ما بعد كأس آسيا 2023. بس تحطنا بصورة هالعقد وبتفاصيل هالعقد، وهل هالعقد ساري رح يكون على الاتحاد القادم، على الاتحاد القادم والكادر المساعد اللي اخترتوه من محلل أداء إلى معد بدني؟ هلأ اليوم صار اجتماع بمكتب الأستاذ فراس معلا رئيس المنظمة، وكان بحضور تيتا وحضور الاتحاد الأعضاء من اللجنة المؤقتة برئاسة الأستاذ نبيل، الكابتن نبيل. بتصور أنا أنه كان تيتا كان توجه اللجنة المؤقتة كان توجههم أنه نحن نوقع معه 4 شهور. ليش؟ أنه ما بدنا نلزم الاتحاد القادم بعقد قد هن ما بدهن إياه، تمام؟ وخاصة عن الشق المالي حكوا كذا قصة. الشق المالي الأستاذ فراس قال لهم أنا بغطي الشق المالي، قال لهم أنا بغطي وأنا بأمن لهم أي مستلزمات بده إياها، أدوات مساعدة للتدريبات، حتى طلب يعني على مستوى طلب كاميرات تحليل أداء. تحليل الأداء عنا نحن مو كاميرا موبايل وكاميرا صغيرة، تحليل الأداء يحتاج أكثر من كاميرا. كانوا موجودين هذول الأغراض، كاميرات والكمبيوترات، بس راحوا يمكن مع المعلومة عمل لك كانوا موجودين. فاليوم انت طلب هذا الشيء والاستاذ فراس قال له اوكي نحن هدول رح نأمنهم كلياتهم. كابتن نبيل انه مع توجهه انه كان انه طيب انا خلص منتخب الرجال بعد هاي التصفيات، خلصت تعرف تخلص بشهر 3 بالآدر، صحيح خلصت بشهر 3. طب نحن شو بده يعمل معنا بشو اسمه؟ اول شيء نحن وقعنا عقد مع نبيل معلول بنعرف انه في كورونا وقفت الدنيا، تمام صحيح. فاقترح الكابتن نبيل انه اشرافه حتى اشراف تيتا على منتخب الشباب او منتخب الاولمبي اذا كان في هذا، ووافق تيتا قال لهم انا جاي اشتغل لسوريا، وين بتكون المصلحه اني اشتغل حاشتغل. هذا الشيء اللي يوم تم. وطلب الصف اللي بده يجيبه، طلب معد بدني روماني حيجيبه، وطلب دكتور، حيجيب دكتور لانه الدكتور المنتخب غير متواجد بسوريا، وطلب مدرب حراس كونه مدرب الحراس، قال له المدرب الحراس ما له متواجد هون. في اسماء معينه كابتن مدرب الحراس؟ لا ما طلب، ما في اسم معين، بس طلب مدرب حراس يكون موجود بسوريا. بده مدرب الحراس، لا هو طلب واحد روماني، فقال له نحن عندنا مدربين حراس يعني وقديرين، فقال له ان مدرب الحراس الكابتن ماهر بن الاخضر اكيد مدرب جيد لكن لازم يكون هون. وافقتوا له على مدرب حراس روماني؟ ما انا وافقت له، هن اللي وافقوا، انا زلمه قاعد عم بتفرج عليهم. وافقوا له على مدرب حراس روماني ولا قالوا له رح نجيب من سوريا من عنا؟ هلا هن، انا الاستاذ فراس قال له شو ما بدك رح نأمن لك بصراحه، انا بحكي بصراحه تامه. مين الصف المساعد اللي رح يكون معه؟ وطني نفسه غسان معتو وعمار ريحاوي. عمار ريحاوي اعتذر عن البطوله، رجع اللي اعتذر واللي رجع بتعرف؟ لا رجع اقتنع. ليش اعتذر؟ من قبل كان عنده ظرف شغل شيء شخصي له. ايه شخصي. اوكي.
لا لا ما في اي شيء. وراح يكون معه الكابتن غسان معتور، كابتن عمار يحاول الكابتن عمار المساعد الصف المساعد. تماما ان شاء الله يعني يا رب تكون هي خطوه جيده. انا ما بعرف اذا كان من صلاحياتي اني افصح عن هذا الشيء، بس هذا الشيء اللي صار افصحت عنه ومشي الحال الحمد لله. عم نحكي بالخير، ما عم نحكي شيء اكيد يعني. طيب المرحله الجايه بموضوع التصفيات، هل برايك رح يكون في استقرار فني وجود اللاعبين المحترفين اللي كلنا بنعرفه وعم نتداول اسمائهم العالم؟ قد ايه رح يكون في ثبات فني وثبات اداري للمنتخب؟ هل تغيير الستاف الاداري يلي كان عائق من العوائق في التصفيات الماضيه او جزء من العوائق رح يكمل مع الفريق؟ كيف في تجديد كامل لموضوع الستاف واللاعبين؟ هلا اليوم الاستاذ فراس حكى بهذا الكلام، نعم، انه نحن انه بنشان الستاف الاداري انه السابق انه انتم شو بدكم تعملوا شو اسمه وانه لازم يكون في شيء يعني يصير شيء، لانه هذا الصف صار فيه اخطاء الفتره الماضيه. فهن اللجنه راوا انه هذا الصف كويس. كيف قيموا هذا الشيء؟ من خلال عملهم هذا الفتره موجود. الفتره ايه وقت اللي نسيوا اللاعبين واحد بهنغاريا واحد بالمانيا، هذا شيء كويس برايك كان؟ والله انا ما عندي فكره عن هي القصه، يعني انه شلون نسيوا ما شلون نسيوا شو الخطا اللي صار، يعني ما عندي. لا تمام، باعتبارك كنت قاعد وعم تسمعنا اليوم، عرفت سمعت لنا شيء عن موضوع اللاعبين السوريين المغتربين. اي طبعا اي طبعا، المدرب تيتا الأهم المدرب تيتا طلب ثلاث لاعبين. فينا نعرف اسمه؟ هلا انا بعرف واحد اسمه محمد العقله بيلعب بالمانيا، وطلب واحد خط وسط كمان. العقلة شو بيلعب؟ ظهير يسار. لا كان عندنا عقلة بالشرطة يمكن. خالد عقلة. خالد عقلة. وهو بده عم يحاول يوجد مدافع صراحة. عم يحاول يتواصلوا مع مدافع. طلب ثلاثة، ظهير ووسط وبده مدافع، مدافع ما عرفت مين. هلا الأستاذ فراس قال لهم جيبوا لي وراقه على السريع، وراق أي لاعب لحتى نحن نخلص لكم إياهم مباشرة، نعمل إجراءاتهم إذا كان هو حاجة لهذا الشيء يعني. طيب. رح نشوف كليب عن أهداف بكأس العرب ونرجع نحكي دوري. كليب. أشرف بن شرقي. أشرف بشوت 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 كي جولاثو الشيبي الشيب يسجل ثالث الأهداف. يزن من قبل العبيرون علي علوان يحاول مر يلعبها في اتجاه يزن، كرة صعبة يزن، با 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 جول. السلام عليك يا يزن، عبادي حطها في الجول، عبادي يفتح مجال التسجيل، كرة تالي كافية، استلام داخل منطقة العمليات. تسديدة لا لا با 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 جول 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 جول. محمد عنز يسجل أجمل أهدافه، أول أهدافه أجمل أهدافه. يعيد أحمد لتسديدة، با 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 رائعة، لا 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 با 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 با. ما هذا يا أحمد؟ جول عالمي يا ناس، جول عالمي باليمنى في الأولى في العارضة وباليسرى في الثانية في الشباك. يا سلام عليك يا أحمد، لو كنت مكانك يا أحمد يا رفعت. طبعا مباراة امبارح المغرب والجزائر مباراة من عالم ثاني خيالي، كانك عم تشوف شيء اوروبي، مستوى اوروبي نظامي يعني. حتى شفنا المهاجمين، شفنا لاعبين خط الوسط، شفنا 120 دقيقة وقادرين يلعبوا 240 دقيقة، يعني ما شاء الله عنهم. على سيرة هالهدف والبلايلي والمهاجمين،
خطر لي هلأ كابتن أسألك عن موضوع عالق جدا وكل المشاهدين عم ينتظروا إجابة من حضرتك بما يخص الكباتن عمر خريبين وعمر السومة. كلام كتير قيل يعني متناقض، بعض الناس عم تقول إيه، بعض الناس عم تقول لا، إنه لا يستحقوا العودة للمنتخب نحن بحاجتهم، وبعض الأشخاص عم تقول لا هن ما مثلوا المنتخب ما بدنا إياهم بقى بالمنتخب. أنت اليوم أولا رأيك الشخصي بالموضوع، ثانيا شو آخر الأخبار حول هالموضوع واستدعائهم مرة أخرى للمنتخب؟ المصلحة العامة أهم من أي شيء داخلي بأي شخص. اليوم هل المصلحة العامة تقتضي وجود عمر السومة أم لا، وعمر الخريبين أم لا؟ شيء طبيعي أي مدرب حتى المغرب والجزائر بيتمنى يكون عنده عمر السومة وعمر الخريبين، شيء طبيعي. اليوم أنت عم تحكي عن لاعبين بقيمة عالية جدا، وأنا عدم المؤاخذة يعني أصغر من أني قيم هدول اللاعبين، لأنه لاعبين واحد أخذ بطل أحسن لاعب في آسيا، هداف تاريخي للدوري السعودي، والثاني هداف تاريخي عمر السومة، هداف التاريخي مين سجل لك أهدافك أنت الفترة الماضية غير هدول الاثنين؟ فأنت كيف حتى تفكر أنت أنك حدا بقدر بيفكر أنه إذا أبوه اليوم ما جاب له أكل بكرة ما يستقبله بالبيت ولا ما يستقبله بالبيت؟ طيب هي عم مستوى رأيك الشخصي، طيب مستوى الكادر الإداري بالمنتخب؟ أنا بعرف إنه تيتا بده ياهم بكل ما تعنيه الكلمة. شو تمام خلاص وصلنا الجواب، وما دام قالوا له نحن أي شيء بدك يا آمين الأستاذ في رأس نحن نأمن لك يا خلاص. يعني اليوم أنت اليوم ليش نبيل معلول وليش حتى نزار محروز ليش عملتوا لهم كل شيء بالدنيا كل شيء بالدنيا؟ طيب. ليش يعني ليش هون لا مثلا؟ اكيد ما حيقولوا لا، يعني انا ما عم اقول لك قالوا لا، اكيد ما حيقولوا لا، وهذا بالاخير طيب قرار فني. بموضوع الاداري اللي كنا عم نحكي عليه قبل شوي وتغيير الستاف الاداري وكذا، الحادثه كلها شفناها امبارح بمباراه منتخبنا مع اليمن على مستوى الناشئين، مستوى الناشئين غرب اسيا. قديش صح تشوف مباراة منتخب ناشئين مباراة جيدة كانت بخلاف النتيجة، اكيد نتمنى كان يربح منتخبنا، ولكن لاعبين باعمار 16 و17 سنة هذول لاعبين يعني مهمين لبلدنا جايين نتامل الخير منهم بشغل مع مدربين اجانب او مدربين وطنيين. اللي عكر صفو كل هاي القصة اعتداء من الستاف الفني بمنتخبنا على لاعب من اليمن. اليوم هذا الشيء بعرف الرياضة، انت اليوم طول ما انا قاعد على كرسي الاحتياط ما بيحق لك تدخل مع الفريق الثاني، في عقوبة بتمسك لك، ما بيحق لك تتقاتل انت والمدرب الثاني. كيف مدرب منتخبنا او مدرب الحراس بيتم بيعتدي على لاعب بالايد، عم يضرب اللاعب، لاعب عمره 16 سنة عم يضرب لاعب بهذا الشكل؟ قدين احنا عم نورجي رسالة ممنيحة للعالم انه نحن غير محترفين بهذا المكان. رح تقلي عواطفه أخذته، رح تقلي شو ما كان أخده، هذا المنظر مرفوض مع احترامنا لأي إنسان بقلب اتحاد كرة القدم. ما برأيك اتحاد كرة القدم لازم كان يعمل ردة فعل سريعة على هذا الموضوع، غير موضوع الاعتذار مشكورين أكيد وهذا واجبهم، ولكن اليوم ما بصير يتم الاعتداء من حدا من الكادر الفني أو الإداري على لاعب المنافس. أنت اليوم بتقبل حدا يعتدي على لاعب من عندك؟ طبعا ما شاء الله يعني الاتحاد دغري كان سريع بال تماما، ولكن انا اقصد اليوم انت حطيت اليوم فريقك، حطيت اتحادك بمكان ومدربك بمكان ما هم مضطرين يوقفوا يعتذروا كرمال خطا منك، وهي بتصير عادي. يعني هذا المنظر اليوم انا ما عم بعمل فيها، بتصير اكيد كابتن بس مو بهي الطريقه. طيب اليوم يمكن هي اخذت هذا البعد كونه انه ولد صغير هذاك انه ناشئ، حتى لو حدا كبير، لو حدا كبير كان صراحه مشكله اكبر. اسمح لي هلا اليوم اللاعب اجى، انا ما اكيد الفعل غير مقبول، هذا متفقين عليه وخالصين 100%. لكن اليوم اذا بدك تحكي بتفاصيل، اليوم لاعب المنتخب اليمني اجى صار ملاسنة أو مشادة بينه وبين لاعبنا عند البنش. هلا تدخل مدرب الحراس أكيد غير مقبول، ولكن هداك أكيد وجه له كلمة أكيد. أنا ماني ضد، ولكن شو اللي ظهر اليوم؟ أنا بحكي ضميري، هذا المدرب الحراس أنا بعرفه كشخص والله جدا راقي، وعلى فكرة إصابته بين حزب حقلبية
اكيد يديله سلامتك ونقل على المشفى من كثر ما يديله سلامتك. بس انا بتعرف صابته ذبحه قلبيه ونقل على المشفى. اكيد ما بيهمنا يكون بهذا المكان يتعب او يمرض او اي شيء. يعني نحن عم نحكي بالشان الرياضي يا كابتن. طب شو بيعمل له الاتحاد؟ فيني اسالك سؤال معلش يعني. هلا انا اليومي انا الانسان تصرف بيعمل له عدم تكليف مره ثانيه اكيد. هلا وقفه شو بده يعمل له اكثر؟ وقفوا انديه ووقفوا ومنتخبات. انديه ومنتخبات بس شو بده يعمل له اكثر من هيك؟ يعني هلا انا اكيد مثل ما عم تحكي انت مثل ما قال الكابتن عمر هذا التصرف غير مقبول. هذا التصرف احنا كبلد ما بنرضاه نهائيا ما بيمثلنا هذا الشيء. شيء صار بنعرف كلياتنا بالمباريات بصير نرفزه بصير رده فعل وصارت ونقول له ان شاء الله سلامتك للكابتن لؤي. بس بنتمنى نحن هلا انا رح اطلع عن هالموضوع. نحن عنا مراسل وعنا مصور تم الاعتداء عليهم بمباريات الدوري بس ما شفنا الاتحاد تحرك. نحن كان مراسلنا عم يعمل لقاء بملعب بحما. ما كنتوا محبوبين الفترة ما بصير. انت مثل ما عاقبت هون بدك تعاقب هون. ما دخل محبوبين او مو محبوبين هون هون تم اعتداء وانت عاقبت حسب سياسة البرنامج. كانت سياسة البرنامج نحن يا كابتن نحن سياسة البرنامج من اول لحظة لليوم نحن هدفنا رياضة سورية حقيقية محترفة صادقين بإذن الله. ولا مرة بالغنا أو زدنا بالكلام. الشيء اللي حكينا عليه بعدم أهلية المدرب نبيل معلول وما نقدر يوصلنا طلع صح وزلمة تركنا ومشي. ولا مرة بالغنا صحيح. بأي كلمة خارج عن إطار الرياضة. ولكن اليوم وقت أنا مثل ما عم يحكي مجد في مصور وفي مراسل هدول عملهم ينزلوا يغطوا رياضة. هدول يمكن كل الرياضة ما بيعرفوها ولكن هي واجبهم وعملهم يتم الاعتداء عليهم. تقول لي اليوم الاتحاد السابق بحبنا او مو بحبنا مو بكيف الاتحاد السابق عفوا مو بكيف حدا. نحن اليوم في بلد فيها قانون. انا عم يتم الاعتداء على هدول العالم. مسؤوليتي ومرجعيتي بهذا المكان انا اليوم القناة تبعي وإدارة القناة تبعي. نتوجه نحن للجهة المسؤولة عن هذا الموضوع اللي هو اتحاد كرة القدم. وقت اللي اتحاد كرة القدم ما بياخد حقنا بهذا المكان. أنا أتصور اليوم عندي مصور مصاب كيف أنا بدي أخد حقي؟ هل من المعقول أن نروح فورا نروح اشتكي على هدول العالم؟ لا أنا مرجعيتي اتحاد كرة القدم بكل احترام. نحن في عنا شراكة حقيقية بقناة سما نحن بالرياضة. نحن اليوم نحن اليوم أصحاب حقوق دوري كرة السلف. نحن في شراكة حقيقية بهذا المكان. أنتم شراكة في الوطن مو بس شراكة. عم نحكي رياضة اليوم أكيد. عم نحكي اليوم بالرياضة. ولكن اليوم هذول القصص والاعتداءات اللي عم تصير لازم ينحط لها حد. الدوري الماضي وحاليا هلا 3-4 اعتداءات على حكام اعتداء جسدي هذا مرفوض. هذول الناس ولاد عالم الناس. نحن بدنا السرعه باتخاذ القرارات مثل ما صارت السرعه امبارح مع الكابتن. تفضل كابتن. اكيد انا جاي لاسمع منك. اكيد انت موجود لاسمع منك. شكرا كثير رحاب صدرك. اليوم ما دام اتحاد كره القدم منح البطاقه الاعلاميه للمصور والاعلامي ايا كان فهو اي اعتداء عليه فهو كانه اعتدى على اتحاد كره القدم. هذا الحكي ضمن الاطار بالملعب جوا هو هذا الشيء اكيد صار. اكيد تمام اكيد ضمن المباراه اكيد. انت اليوم هلا اليوم انت اذا لاعب تبع حمالات اللاعبين المصابين اللي بيحملوا الاداء اذا لاعب اعتدى عليه او دفشه بينطرد بياكل حمراء بياكل حمراء. اليوم اذا نزل واحد من الجمهور اعتدى على لاعب اللاعب رد له بينطرد. فانت اليوم فكيف انت اليوم مصور واعلامي معتمد من الاتحاد فانت اكيد هذا انت من لازم يكون له تحت حمايه الاتحاد حصانه على الاقليه تعطيه مو حصانه على الاقليه تعطيه حقه اذا في حال تم الاعتداء عليه. بنفس اللحظه اليوم بنرجع لمباراه الوحده والفتوه اللي هجموا على الحكم المباراة الوحدة هن الاثنين الإعلاميين تبع المصورين تبع نادي الفتوة وليس الاستاف على فكرة وليس البنش. اللي أنا كنت حضران المباراة واقف تحت اللي اعتدوا فعلا هن الاثنين المصورين مسؤولية نادي الفتوة. طيب فإذا ومين مانحهم الاتحاد البطاقة الإعلامية تحت مظلة نادي الفتوة. معناها أنا اليوم منين بتخلق المشكلة على المدرجات؟ تخلق المشكله المدرجات من تحت من ارضيه الملعب صحيح سواء من حكم او سواء من لاعب طيب. او سواء من مدرب او سواء من فانت اليوم هن اللي شعلوا الدنيا وليس الاستاف. الاستاف ما عمل شيء على فكره. الاستاف ما عمل شيء صحيح.
رح نرجع نحكي دوري اكيد لانه حضرتك اكيد موجود معنا وترئيس لجنه الدوري، ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل. طبعا مشاهدينا رجعنا لكم من جديد، حديث يطول كمان تحت الهواء مع الكابتن وائل. كابتن، هلا رجع الهم والاهتمام بالشارع السوري هو الدوري السوري. السؤال الابرز والاهم، 120 يوم لعبنا 6 مراحل، وهلا نحن عنا 12 يوم رح نلعب في 4 مراحل. اسئله كثيره، امور كثيره رح نحكي فيها حول موضوع الدوري مشاهدينا، بس بعد هذا التقرير. الخيبات وتوالي الهزائم والانكسارات من منتخبات الرجال الأولمبي والشباب، وصولاً للناشئين الذين غادروا أمس بطولة غرب آسيا، وتراجع كرتنا على المستويين العربي والآسيوي خلق عند الشارع الكروي حالة من الاشتياق لدورينا ولأنديته المتعبة مادياً وفنياً، علها تنسيهم مرارة نتائج منتخباتنا الوطنية. الدوري السوري الممتاز يعود بعد الإيقاف الرابع غدا من دمشق في أولى مباريات الجولة السابعة بلقاء الشرطة وحرجلة الساعيان لتبادل مراكزهما. الشرطة العاشر يريد الفوز الثاني له في الدوري والابتعاد عن الحرجلة الساعي أيضا للفوز الثاني له هذا الموسم والابتعاد أكثر عن دائرة الخطر. الطليعة في حماه يستقبل جبل المجتهد وعينه على مواصلة نتائجه الطيبة على أرضه وبين جماهيره المؤمنة برجال فريقها أمام جبل صاحب الرصيد الخالي من الهزائم والطامح لمقارعة الكبار هذا الموسم. الكرامة لمصالحة أنصاره أمام عفرين بشبابه، والهدف واحد هو النقاط الكاملة وتفادي الوقوع في أي مطب يعني الكثير عند أزرق حمص، ومهمته تبقى شائكة رغم ما يمر به فريق عفرين من مشاكل مؤخراً. قمة الجولة السابعة في اللاذقية سيكون الملعب غير المفضل لدى أندية عروس الساحل، ملعب المدينة الرياضية، مسرحا لمواجهة تشرين مع الوحدة في مباراة سيكون عنوانها الأبرز هو القبض على صدارة الترتيب. قمة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها في دمشق عندما يستقبل الجيش الأكثر تسجيلاً في الدوري برصيد 13 هدفاً والعائد لمستواه المعهود فريق الوثبة الثالث والمتحفز بعد سلسلة من النتائج الإيجابية منذ مطلع الموسم. الاتحاد عقد العزم على تحقيق أولى انتصاراته هذا الموسم، وبوابة الحمدانية مفتوحة مجاناً أمام عشاقه لمؤازرة شباب الفريق أمام النواعير الذي يقدم أداءً طيباً هذا الموسم بالرغم من فقر إمكانياته المادية والفنية. الفتوة المعاقب والمطالب بانتصار ثان هذا الموسم للاقتراب أكثر من مراكز المنتصف أمام أنصاره المحرومة من الحضور في ملعب تشرين بدلا من الفيحاء، وذلك أمام حطين الذي يقدم ما عليه هذا الموسم بأبنائه وبمساندة طيبة من جماهيره الوفية. طبعا مشاهدينا بنضم لنا عبر الهاتف رئيس نادي حطين الاستاذ احمد ابو الريف. يسعد مساك استاذ احمد. يا هلا، يسعد مساك استاذ عمر، يسعد مساك استاذ مجد، يسعد اهلا وسهلا فيك وائل، يسعد مساك يا هلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا يا هلا، يسعد مساكم جميعا. كابتن، نحن بنعرف المشاكل الغارقه بهالفتره لانديه تشرين وحطين وجبلة، رح فوت معك مباشرة بالسؤال بغض النظر عن المشاكل المالية اللي مبلشة من بداية الدوري، جدكم هلأ مشاكل أخرى واللي هي ضغط الدوري، رح نلعب 4 مراحل ب 12 يوم ونقل مباريات حطين وتشرين وجبلة إلى ملعب المدينة، وكلنا بنعرف حال ملعب المدينة وشفناه كلياتنا على التلفزيون بمباراتكم الأخيرة ضد المحافظة. لو بتحطنا بالصورة الخاصة فيكم أنتوا الأندية الثلاثة واللي حابين تحكي حضرتك باسمها. استاذ ما بعرف، انا ما عم احضر البرنامج طلعت لبرا، بعد الاستاذ مجد عم يوجه لي الاسئله ولا مجد تماما نفس الشيء الكابتن مجد كابتن عمر كله واحد احسن ولا يهمك. هلا اولا احنا بدنا نبلش من 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 من, من روزنامه الدوري اللي هي فشكله للاسف، يعني هذا واقع، احنا اليوم ما فينا نهرب من هيدا الواقع. اليوم روزنامه الدوري محطوطه بست شهور بتلعب، خلال 4 شهور بتلعب 6 مراحل، خلال اسبوع تلعب 3 مراحل، يعني في شيء ما نوصحه.
ترجع لموضوع ان اليوم الملاعب، موضوع الملاعب، هل يعقل الدوري شغال وكل الناس بتعرف عم بتتابع الدوريات بمرحلة بمراحل الدوري والدوري شغال ينعمل صيانه؟ طبعا نحن ما عملوا من المكتب التنفيذي نوجه له كل الشكر وعلى راسهم الاستاذ فراس معلق، بس نحن للاسف اتحاد الكره السابق، للاسف انا بدي احكيه وانا مسؤول عن كلمتي، يعني يمكن على ما يبدو كان همهم واهتمامهم السفر اكثر من موضوع الفرق او الانديه او الملاعب. للاسف يعني روزنامه الدوري كله غلط غلط، اليوم بتيجي بتلعب 10 ايام 4 مراحل، في شيء غلط يعني للاسف. انا بتمنى وعبر برنامجكم اللي هو كل الناس متابعته وبخص الدوري السوري وبيحكي واقع الانديه، ان يكون في اتحاد كره قدم سريع من اجل انقاذ الانديه، من اجل تلافت الاخطاء اللي كان عم يمر فيها الاتحاد السابق. يعني انت اليوم شفت وكل الناس بتعرف اليوم الدوري كله عم يلعب بارضيات كثير سيئه وعم نعاني منها، فما بالك اليوم انديه حاطين وتشرين وجبله بدها تلعب على ارضيه المدينه اللي هي بالاصل هي كثير سيئه. فنحن للاسف هذا واقع عم نعيشه. يعني اكيد نحن بنتمنى بالمراحل القادمه يطلع اتحاد تغير الامور للاحسن ان شاء الله. يعني اليوم كل للاسف استاذ مجد، للاسف اليوم الشيء اللي منيح عم يصير للاشخاص والشيء السلبي عم يتوجه للاستاذ فراس معلق. نحن ما دفاع عن اي حدا، بس نحن اليوم الحق يقال، نحن الاستاذ فراس معلق ما في شيء بنطلب منه الا ما بيتامن. طيب نحن اليوم راسلنا اتحاد الكره واعترضنا وما ردوا علينا. هذا كابتن خليني اقطعك هون لو سمحت عمر، انا اليوم اكيد انتم وجهتوا كتاب لاتحاد كره القدم، شو كان الرد تبعهم؟ شو كان الرد على موضوع ريوع المباريات اللي انتم راح تخسروا منها اكيد، مثلك مثل نادي تشرين، مثل نادي جبله، الموضوع الاعباء الماليه اللي على نادي حطين حاليا، مين قادر يساعد بهذا المكان اذا اتحاد كره القدم ما عم يرد على كتابكم؟ ما حدا يعني لاقول لك شغله استاذ عمر، اليوم انت بتعرف وعايش واقع نادي الوحده. اليوم انت نادي الوحده اليوم مارق بظروف ماليه صعبه، فما بالك انديه المحافظه اللاذقيه اللي هي لا تملك ربع استثمار نادي الوحده. نحن اليوم كانديه، انا بدي احكي عن نادي حطين، اليوم انا رايح المباراه بشيل لي سفره وبشيل لي سفرتين. يعني انا اليوم بدي انضر باني العب بالاستاد المدينه، وكل الناس بتعرف اني من الصعب انك انت تضبط ملعب المدينه الرياضيه، صعب لانك انت ما تضبطها، فهي بدك تضطر ان تكون المباريات اللي لك بشبه مجاني، الا اذا بيجيك احد الداعمين يقدم لك الدعم ويفتح الابواب وتنعمل مباراة مجانية. يعني نحن كثير عم نعاني من هيدا الموضوع، حتى نحن الملاعب اللي الموجودة بالمدينة اللاذقية كلها ملاعب صناعية. يعني نحن بنتمنى والاستاذ فراس مشكور، نحن وجهنا له كتاب اني بموضوع يخص الملاعب يتخصص حطين وتشرين وجبلة بملاعب اني نحن نشتغل عليها. يعني اليوم نادي حطين عم يتكلف بمصاريف ونسريات كبيرة، ما بيمنع أنا تخصصوا لي شقفة أرض أو ملعب بالمدينة الرياضية، أنا هذا الملعب عشبه أشتغل على ويصير فرقي تتمرن على. يعني كثير الوضع نحن للأسف المنشآت عم نعاني منها، الاستثمارات واقع الاستثمارات كثير كان سيئة. تماما كابتن أحمد، هي أكيد موضوع الاستثمارات وهي الأمور بدها حلقة خاصة. رسالتك تماما، رسالتك وصلت كابتن أحمد، وإن شاء الله المعنيين يكونوا سمعوها. كل الشكر لك كابتن أحمد أبو الريف رئيس نادي حطين، كنت معنا عبر الهاتف من اللاذقية. كابتن وائل لو سمحت باختصار، سمعت شكوى أندية اللاذقية حول هذا الموضوع اللي بيخص نقل المباريات المدينة الرياضية واللي هي أساسا أرضيتها لا تصلح للعب، وأيضا عدم قدرة ضبط دخول الجماهير إلى المدرجات، كلنا بنعرف أنه هو مدرج مفتوح كان معد خصيصا لبطولة دورة متوسط. كويس، ليش أرضيتها لا تصلح للعب وأمس عملوا لها صيانة؟ أنا عم بسألك. يعني اليوم لأنه كان تنفيذ الصيانة سيء، لأنه اليوم الشركة اللي أشرفت على الصيانة اليوم التربة ما عم تمتص الماء. ليه ما تأجلت؟ وقفنا كثير. المدرب بده مباريات، بده اللاعبين يلعبوا. لا عفوا، أنا ليه ما مدرب المنتخب طلب إنه يلعب الدوري. يلعب كابتن، زراع أنت البذرة بملعب المدينة وكمل أنا هذا الأصل، زراع البذرة بملعب ما بزرع بذرة، الموضوع تربة وليس بذرة، موضوع طيب. أكبر. اليوم الاتحاد الرياضي تعاقد مع مؤسسة
مؤسسه حكوميه لتنفيذ الصيانه. شو ذنب الانديه كابتن؟ لا لا ذنب الانديه بس خلينا نحكي اليوم خلينا نكون صريحين، اعباء ماليه على الانديه، ذنب الشركه، ذنب المؤسسه اللي اشرفت على الصيانه. طب خليني اسالك سؤال، انت قلت مثل ما قلت يا كابتن، انا عم بحكيك بصراحه، انا بحكيك بصراحه بس، ولكن اليوم الانديه اعباء ماليه، تاخير للدوري، توقيف للدوري، مشاكل كثير كبيره، واخر شيء تيجي بتقول لهم للانديه لا تلعبوا على ارضكم، وبيعرفوا نادي تشرين ونادي حطين ونادي جبله انه اذا بيلعبوا بهذا الملعب رح تكون المباريات شبه مجانيه لانه ما قادرين يسيطروا. عم يقول لك انا هاي المباراه ممكن تساعدني اني اقدر سافر سفرتين فيهم، ما عم يقول لك بده يعمل يعبي خزينه. كابتن غير هيك، كابتن تيتا طلب يلعبوا مباريات ليشوفهم، انت عم تامل انه بملعب المدينه تشوف مستوى؟ ما هو ما احنا شفنا ما عنده فكره عن ملعب المدينه ولا عنده فكره عن تشرين حطين الوحده الجيش وعندك جبله يا كابتن، هدول انديه عندهم لاعيبه مهمين للمنتخب، ما رح يقدروا يعطوك مستوى بهالملعب 100%. هذا الحكي 100%. واخر شيء الاتحاد وافق على تاجيل المباراه، رجعوا النادي هن بدهم يلعبوا المباراه عشان تكون بالصوره. طيب على سيره الاتحاد وافق على تاجيل المباراه وما كان في مانع من تاجيل المباراه تبع تشرين والوحده. مين اللي رفض؟ مو من رفض، هن اول شيء طلبوا تاجيل المباراه، اول شيء رفض الاتحاد، بعدها وافق الاتحاد. بس في ناديين غير نادي تشرين، في حطين وجبل. عم يقول لك راسلوا الاتحاد ما حدا جاوبهم. ايه اسمح لي. حطين المشكله، انت بده يمشي الدوري، بده يمشي الدوري من 14 ل 26 صحيح؟ تمام؟ اليوم هاي المراحل بده المدرب طلب انه يشوف لاعبين، طب اليوم المدرب وائل عم يقول له على لاعب، ومجد عم يقول له على لاعب، وعمر عم يقول له على لاعب، والمدرب الفلاني بيقول له على لاعب. يشوفهم هو. فهو الزلمه طيب. خلص هو الزلمه بده يشوفهم. اوكي؟ بده يشوفهم، يعني حتى اللاعبين هدول اللي بألمانيا اللي طلبوا، يعني حتى تواصلنا مع الاخ جيفارا الخطيب تواصل مع مدربينهم، حتى جاب معلومات عنهم، جاب شو وضعهم، جاب كل شيء. ما هو انه تعا، وحتى بده يجي يشوفه هون، هون بده يشوفه، وحتى عامل عامل مباريات وديه المدرب تيتا. طلب منتخبات معينه، انت معك ولا ما عنده مشكله مع فيه شيء؟ ما عنده مشكله مع اي منتخب بيلعب. ورح يتم نقل الارضنا من الاردن الى الامارات او طلب خطر. نقل المباراه، والاتحاد الكره عم يشتغل على موضوع نقل المباراه الاردن الكوريا من الاردن الى الامارات، والسبب هو السبب عم يقول انه انا بدي اللاعب يلعب المباراه ويرتاح وينام ويرتاح، وثاني يوم يفيق ويتمرن ومثل عاده، ولانه تغيير الجو بالامارات يختلف عن الجو بالاردن، يعني تغيير الجو بدك انت يومين لحتى اللاعب انت بده ياخذ طيب. الفريق معسكر اول شيء. اخر سؤال عن المنتخب راح يصير بخص اهل المنتخب، ولا راح يكون في ناس راح تستفاد من المنتخب كسفر وروحه ورجعه؟ والله انا نحن صح لنا سفره، يلا امشي نروح على كوريا، مش نروح على قطر. والله انا اللي بعرفه انه ستضبط هي الامور ان شاء الله. خلينا نشوف جرافيك المرحله القادمه للدوري السوري. الحديث معك كثير طويل كابتن، ولا انا قلت لهم بدنا ثلاث حلقات ما ردوا علي. بكره رح تبلش المرحله السابعه، الشرطه حرجله بملعب الجلاء بدمشق، يوم الثلاثاء بتستكمل هي المباريات، طليعه جبله بالملعب البلدي بحمل، كرامه عفرين ملعب الباسل بحمص، تشرين والوحده المدينه الرياضيه بالأدية، الجيش والوثبه بملعب الجلاء بدمشق، الاتحاد والنواعير بالحمدانيه بحلب، الفتوه وحطين بملعب تشرين بدمشق، كل المباريات الساعه 2:00. كل الشكر لك كابتن وائل، شرفنا اكيد. انا تشرفنا كمان بوجودك اكيد، وحديث طويل لسه بدنا نعرف لوين رايحه الكره السوريه. شكرا لك كابتن. شكرا لك. فاصل وراجعين. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، رحنا على السلة هلأ كرة السلة. عمر أكيد مبروك انطلاقة الموسم الجديد لكرة السلة، إن شاء الله كمان مثل ما عملنا الموسم الماضي رح نعمل أكثر ونطور أكثر من عملنا بكرة السلة، باعتبار نحن الناقل الحصري لدوري كرة السلة على قناة سما وعلى الموقع الإلكتروني وعلى موقع على التطبيق أيضا. رح نكون معكم مشاهدينا بكل مباريات الدوري السوري لكرة السلة. مجد خلينا نحكي بشكل سريع عن المرحلة اللي سبقت، مثل ما بيقولوا اختبارات للفرق كانت بدايات
خلينا نقول بأول خطوة شفنا المباراتين المنقولين كانوا على قناة سما اللي هن الجلاء والوحدة ومباراة الثورة والحرية، مباراتين بطابع فني خلينا نقول متوسط بعده اللعيبة، حتى وقت حكينا بالانترفيو مع اللاعبين انه بعدهم بأول مباراة بالدوري قلة الانسجام وانتداب اللاعبين وتغيير شكل اللاعبين من الفرق أكيد أثر على الشكل الفني، ولكن اليوم خلينا نقول من هون لما آخر مرحلة الذهاب رح يكون كل الفرق جاهزة، رح يكون دوري كتير قوي، الشيء الإضافي اللي حكيناه بكتير أوقات من قبل وقرار اتحاد كرة السلة إضافة لاعبين أجانب في نهاية الدوري بتحديدا بدوري الفاينل فور، لاعب عربي ولاعب أجنبي داخل الملعب رح يستفيد منه كتجربة. خلينا نحكي اليوم الفرق الأربعة الأولى السنة القادمة رح يكون اللاعبين موجودين من أول الدوري تماما كابتن، كمان مثل ما شفنا حطين الوافد الجديد قدم مستوى صحيح. للأمانة أنا كنت بتوقع تكون النتيجة غير هيك، بس برابو يعطيهم ألف عافية لشباب نادي حطين، قدموا مباراة تليق باسم نادي حطين. شفنا هابو، كلنا عم ننتظر هابو بقميص نادي الاتحاد، نادي الاتحاد اللي عم يحاول يرجع لاسمه الكبير بكرة السلة، وشفنا رامي مرجانة ما شاء الله عليه كل سنة عن سنة عم يجوهر أكثر، عم يسجل 49 نقطة. هلا خلينا نحكي على موضوع اللاعبين، انتقالات كثيرة صارت، هذا أكيد بالمصلحة الفنية لكل الفرق. صالات جيدة خلينا نقول أو أكثر من جيدة عم تكون رح تكون بخدمة كرة السلة السورية، ولكن للأسف حمص ما عندها صالة، حمص رح تلعب بصالة كثير سيئة للأسف، غير جاهزة لتكون ملعب كرة سلة حقيقي لنادي مثل نادي الكرامة، بيمتلك هيك جمهور بيمتلك هيك فريق، بيستاهلوا يلعبوا بصالة أفضل. هذا الحديث عم نحكيه من السنة الماضية، ما بعرف قديش العالم قادرة تسمعنا، لازم يكون في حلول سريعة، حتى لو هي الصالة موجودة في لازم يكون حلول جدا سريعة لترجع هي الصالة بأوج عطاء أو ينعمل لهم صالة كتير جيدة لحتى يقدروا يلعبوا كرة سلة. تماما مشاهدينا رح نعرف أكثر عن تفاصيل هاي المرحلة بهذا التقرير. لم تحجب برودة صالاتنا وانقطاع الكهرباء عن بعضها الإثارة والحماسة عن انطلاقة الدور السلوي لموسم 2021-2022، ورغم أن المفاجآت قد غابت إلا أن نتائج الجولة الأولى والأرقام الفردية حضرت بقوة بانتظار ما ستحمله الجولات المقبلة من عناوين أخرى. قمة مباريات الجولة الحالية وأكثرها الندية شهدتها صالة الجلاء في حلب، وفيها تمكن الوحدة وصيف الموسم الماضي من العودة بانتصار ثمين على حساب مضيفه الجلاء بفارق 5 نقاط بواقع 57-52 نقطة في مباراة سجل فيها مجد عربشة 24 نقطة أهدى بها البرتقالي نقاط الفوز. نجم الأرقام بلا منازع لهذا الأسبوع كان رامي مرجاني الذي قاد فريقه الجيش إلى انتصار مريح على حساب الطليعة في صالة الفيحاء بحلتها الجديدة. المرجاني سجل لوحده 49 نقطة من بينها 11 ثلاثية كانت كفيلة بجعله يتصدر قائمة أفضل المسجلين في الجولة الأولى. الوافد الجديد حطين خسر بصعوبة في ميدانه أمام الوثبة بفارق 8 نقاط بواقع 92-84 نقطة في المباراة التي شهدت السكور الأعلى هذا الأسبوع، ويدين الوثبة بفوزه هذا لنجمه زكريا الحسين الذي سجل 32 نقطة بمفرده. وفي حماة تركزت الأعين على عملاق السلة السورية عبد الوهاب الحموي الذي ارتدى قميص فريقه الجديد الاتحاد والساعي لاستعادة أمجاده في الدوري المحلي بعد طول غياب. بداية هابو مع أهلي حلب كانت جيدة، حيث لعب دورا كبيرا في تحقيق الفوز على النواعير ب 65-55 نقطة، ونجح هابو في تسجيل 12 نقطة إضافة إلى 9 ريباوند و5 بلوك شوت. أما أفضل مسجل في فريق الاتحاد فكان أنطوني بكر ب 22 نقطة. وفي مباراة حماسية تغلب الحرية على الثورة بفارق 4 نقاط ب 67-63 نقطة. المباراة شهدت تألق اللاعب مراد هاشم المنتقل حديثا من النواعير إلى الحرية
بتسجيله ل 29 نقطة. وفي آخر المباريات لم يجد حامل اللقب الكرامة أي صعوبة بالفوز على الصاعد حديثا الفيحاء، وتغلب عليه بفارق كبير وصل إلى 51 نقطة بنتيجة 93 مقابل 42 نقطة. أكيد كرة السلة دائما وحصريا على قناة سماء وعلى صفحة سماء الرياضية وتطبيق سماء الرياضية. لنعرف عن واقع الصلاة أكيد وتحديدا بجدول النقل القادم نهار الخميس والجمعة اللي راح يكون من حلب، راح ننقل مباراة الحرية والجلاء ومباراة القمة الاتحاد والجيش. لنعرف وين راح تلتعب هي المباراة، راح يكون معنا الأستاذ علاء جوخجي رئيس مكتب المنشآت في الاتحاد الرياضي العام وعضو المكتب التنفيذي. مساء الخير كابتن. مساء الخير أستاذ عمر، ومساء الخير مجد، ومساء الخير كل المشاهدين على شاشات قناة سماء وعلى الموبايلات اللي ما عنده الكهرباء. تماما صارت ترند عنا. كابتن، مجهود واضح أكيد لمكتب المنشآت في الاتحاد الرياضي العام، صالة الفيحاء في دمشق، صالة اللاذقية في حلب المدينة الرياضية، صالة الحمدانية الجميلة جدا وجميلة فنيا وبالشكل. اليوم أكيد المباريات القادمة في جدول النقل مقررة في صالة الأسد في حلب، ولكن بعده في موضوع التخبط إذا رح تكون بمباراة المباراة رح تكون في صالة الحمدانية أم في صالة الأسد. هلأ أنا رح أقول لك على مدى جاهزية صالة الحمدانية في نعم. حلب. صالة حمدانية من الناحية الفنية جاهزة تماما، من ناحية السلات وأجهزة التوقيت ساعة 24 توقيت المباراة، الأرضية، مقاعد البدلاء، طاولة التحكيم، طاولة الإحصاء، الشاشة، الجمهور، الشاشة جاهزة، كل الأمور جاهزة. عندنا المشكلة اللي كانت موجودة بنفس مباراتنا مع كازاخستان اللي ظهرت معنا، وحاليا نحن تم التواصل مع المجلس الأولمبي اللي مشكور راح يبعث لنا أجهزة جديدة راح يتم ترتيبها لهالأمر هذا، بس يمكن إنه نحن المباراة تتم بشكل جاهزية 80% الصالة جاهزة، حتى المشالح هي عبارة عن جاهزة وإنما ليست بالسوية اللي نحن نرغب فيها. نعم. فيمكن إنه مباراة الاتحاد والجيش على الأغلب ممكن تكون هي بصالة الحمدانية في حال موافقة اتحاد السلة على هذا الأمر. نعم. أما المباراة اللي قبل بنهار هل هي الحرية والجلاء؟ والجلاء. هي مباراة راح تكون بصالة الأسد نظرا لأنه صالة الأسد جاهزة في هاليوم لتستقبل هالمباراة، بينما يوم الجمعة صالة الأسد مشغولة باحتفالية انتصار حلب، فراح تنتقل المباراة احتمال في حال موافقة اتحاد سلة لافتتاح تجريبي بهذه المباراة في صالة الحمدانية. تمام. معناتها الكلام اليوم مباراة الخميس الحرية والجلاء في صالة الأسد الرياضية في حلب، ومباراة الجمعة قمة دوري السوري الاتحاد والجيش في صالة الحمدانية الجديدة في الحمدانية. في حال موافقة اتحاد السلة على هذا الأمر، لأنه هذا الأمر من اختصاص اتحاد كرة السلة وليس من اختصاص مكتب منشآت. نعم. إنما أنا من اختصاصي إنه أنا أقول لك الصالة جاهزة بالنسبة اللي قلت لك إياها لاستقبال مباراة الاتحاد والجيش. نعم. وهذا الأمر ممكن إنه يتم، ويمكن إنه نحن على الأغلب راح نطلب الاتحاد لأنه نعم يكون في مباراة واحدة تجريبية، لأنه الافتتاح الرسمي لصالة الحمدانية بحلب يجب أن يكون مع احترامي لفريق الاتحاد والجيش طبعا، وهي قمة تليق بافتتاحها، إنما نحن في بعض الأمور اللوجستية من ناحية المشالح ومن ناحية الأمور البنيوية اللي متعلقة بالصالة يجب أن يكون الافتتاح على أكمل وجه، وبالتالي الافتتاح الرسمي للصالة لن يكون إلا في الشهر الثاني ببطولة تليق بصالة الحمدانية. نعم. كابتن تمام. كابتن سؤال كثير على السريع، اليوم عم نشوف على السوشيال ميديا ونحن عم نحس بهذا الواقع، اليوم بحمص تفتقد إلى صالة مناسبة لتقدر تلعب كرة سلة، ونادي الكرامة يمتلك
يا فريق على مستوى فني عالي، بطل الدوري السنه الماضيه هو وطامح للمنافسه، خلينا نكون صريحين اليوم، قديش قادرين نساعد الانديه في حمص وسبه وكرامه بايجاد مكان جيد او صيانه جيده للصاله لبين ما يتم انشاء صاله؟ اليوم تماما، اليوم تماما بتاريخ 12/12 اليوم وصلتنا موافقه السيد وزير التربيه على استلامنا لصاله حمص، صاله غزوان ابو زيد، لاعاده تاهيلها. وتعرف كابتن انه صاله غزوان ابو زيد هي صاله تابعه لوزاره التربيه، صحيح، وانما المستثمر رياضيا هو انديه الوسطه والكرامه في حمص ورياضه حمص، ونحن بهمنا هذا الموضوع كمكتب تنفيذي، والاستاذ فراس وجه تماما انه لازم هالصاله هي، كون انه انشاء صاله بديله او صاله في مدينه البلد في الوقت الحالي مكلف جدا، فسيتم تاهيلها في الوقت القريب جدا يعني خلال ايام. واليوم وجهنا كتاب باتحاد السله بامكانيه استلامنا للصاله ونقل بعض المباريات او نقل المباريات لصاله بديله او نقل مباريات الذهاب، مرحله الذهاب لانديه حمص خارج حمص والاياب سيكون فيها. مده تنفيذ العمل بلغناهم انه بحدود 45 يوم. هذا الامر اليوم تماما صار في اعتماد له وقرار من السيد وزير بانه نحن ما في مشكله من وزاره التربيه باستلامنا الصاله، فان شاء الله صاله حمص سنقوم باعاده التاهيل الارضيه بالاضافه للمشارح والمدرجات. كابتن علاء جوخجي، اكيد شكرا لتعاونك ولاجابتك. السيد والكابتن علاء جوخجي رئيس مكتب المنشآت في الاتحاد الرياضي العام، شكرا. خليني احكي كابتن، اكيد يعني كنت بدي اعمل مداخله، لا خليه هلا انتبهوا انه لازم صرنا يا كابتن عم نحكي سنه من بدايه الموسم الماضي على الموضوع، دائما الحجه انه تابع لوزاره شو وزاره التربيه خارج الوطن يعني خارج البلد، واذا لو تابع لوزاره التربيه ما فينا تعمله وزاره التربيه، بدهم يجوا يعملوا هلا صيانه الصاله مع بدايه الدوري، يعني ما بتخلص كابتن. بدك تضل عم تحكي. ايوه نفس ما حكينا بالمقدمه دواره. البيست فايف من قناه سماوات 90 دقيقه. طبعا ايه لقطة بسام معاز اكيد لاعب شاب وصغير، لقطة كثير مهمة بسلام دانك والاختراق اللي عمله. خلينا نحكي على مباراة نهار الجمعة اللي هي قمة سلوية مثل ما عم نحكي، الاتحاد والجيش في حلب، مباراة رح تشوف فيها جمهور معبئين مثل العادة اكيد. وصار معنا بالشأن الفني مدربين الفريقين، طبعا الكابتن عدي خباز مدرب فريق نادي الجيش والمدرب الوطني في نادي الاتحاد الكابتن عثمان قبلاوي. مساء الخير كابتن عثمان. مساء النور كابتن عمر، مساء النور للمشاهدين. كابتن مباراة الاتحاد والجيش ما فيها قسمة على اثنين، مباراة قمة كثير كبيرة، تحضيركم لهي المباراة كيف بعد مباراة الطليعة اللي لعبتوها بحما؟ هلا نحن اكيد عمر نحن مباراة نوعية او مباراة عفوا نوعية في بحماه، كان في عندنا شوية يعني حالات مرضية بالفريق اللي هي قريب او ما شابه ذلك، فاللعيبة ما كانت جاهزة نوعا ما لهالمباراة، وكان في تعب، بتعرف انه كان معسكر بالاردن صحيح، لعبنا ثلاث مباريات مع نادي الاردوكسي. هلا اليوم يعني بعد رجعتنا من مباراة النوعية بلشنا نحضر لمباراة الجيش، لسه في عندنا كمان بكره عندنا محطتين وعندنا ثلاثة أربعة خميس. مثل ما قال كابتن علاء إذا كان في مباراة بالحمدانية رح ناخذ تمارين هنيك،
طبعا تحضيرنا مباراة الجيش هي مباراة مهمة طبعا، فريق الجيش فريق جيد جدا ومحترم، فعم نحاول نحن دائما ندرس فريق الخصم. بالنسبة لأن المدرب كوس ديان هو اللي يعني اللي عم حط الشغلات المهمة وعم بقرا الفرق الثانية، عم بتفرج على الفيديوهات تبعت الفرق الثانية اللي نلعب معها، ونفس الشيء نحن وقت لعبنا بكأس السوبر فتحضيرنا كان جيد جدا دفاعيا وهجوميا، في امور جيده بالفريق. نعم. والتحضير كله بلش من يعني من رجعت اللعيبة المنتخب، هم طولوا تقريبا بتعرف في فتره كبيره تم تغيير المنتخب، فكان معسكر الاردن ومعسكر الانسجام او عاده الانسجام للاعبين، والامور جيده جدا بالفريق قلت لك يعني ان شاء الله يا رب. اكيد بدي اتمنى لكم التوفيق. كابتن عثمان خليك معنا لنسمع راي المدرب عدي خباز بفريق نادي الاتحاد والانتقالات الجديده يلي طرقت على فريقكم. مساء الخير كابتن عدي. مساء الخير كابتن عمر، ومساء الخير استاذ مجد. يسعد مساك كابتن. يسعد مساك. تعين دقيقه وقناه سما. شكرا لك كابتن. فريق نادي الاتحاد بانتداب لاعبين عبد الوهاب الحموي اليوم لاعب الاطول وفي الدوري، نادي الاتحاد بخطوه قادمه مثل ما بنقول لا دوري كره السله بكل قوه بالتعاقدات، عم نشوف اليوم عبد الوهاب حموي، جميل صدير، اسحاق عبيد، كل هدول اللاعبين، نادي الجيش لا يقل شانا عن هذا الشيء، كيف تشوف مباراتك مع فريق نادي الاتحاد؟ هلا كابتن عمر تعرف حضرتك والمشاهدين بيعرفوا اكيد انه اليوم لعبه جيش واتحاد هي من اللعب القويه بالذات باخر خلينا نقول 20 سنه او اكثر، يمكن المباريات القويه دائما. اليوم نادي الاتحاد لا شك محضر بطريقه كثير منيحه، معه مدرب اجنبي كثير منيح ومعه الكابتن عثمان قبلاوي، فمحضرين بطريقه كثير منيحه ان كان عن طريق التعاقدات او عن طريق المعسكر اللي عملوه بالاردن مثل ما سمعنا باخر فتره. بتخيل اكيد ما راح تكون مباراه سهله، بدنا نحاول قدر الامكان نحاول نوقف مفاتيح القوه عند نادي الاتحاد ان كان دفاعيا او هجوميا. اليوم نادي الاتحاد شايفين كلياتنا عندهم مجموعه لاعبين عندهم بنش قوي، فهذا الشيء اكيد راح يسبب لنا ضغط مثل ما بيقولوا، بس بدنا نحاول قدر الامكان نعطل مفاتيح اللعب. نعم. بهي المباراه. نعم كابتن عثمان، سالنا الكابتن عدي على ما انت عم تسمع، اكيد عم بساله على رايه بفريق نادي الاتحاد، كيف شايف هلا اول مباراه لفريق نادي الجيش؟ ما ننسى اليوم نادي الجيش يمتلك لاعب خبره ولاعب قوي جدا اللي هو رامي مرجاني، هداف فينا الطراز الرفيع، اوى تحت السله عنده وعمل انتداب جديد اللي هو محدين اصبرلي لتحت السله، كيف عم نشوف اداء فريق نادي الجيش كابتن عثمان؟ هلا عمر باول مباراه في شوف نادي الجيش يعني قد ما تغير عنده لاعبين او طلع من عنده لاعبين فبتم الليفل تبعه عالي، يعني نحكي الواقع او الحقيقه الموجوده بنادي الجيش، فقلت لك نادي الجيش فريق محترم، فريق يعني في عنده خطوره، في عنده مفاتيح لعب، قلت لك نحن درسناهم تماما، ومثل ما قال كابتن عدي انه خلال هالسنين اللي مرت نحن يعني اللعيبه حفظت بعضها، يعني حتى عرفنا انه يعني نعرف انه مفاتيح لعب شو هن بيعرفوا مفاتيح اللعب اللي عندنا، فنحن اكيد حضرنا لهذا الموضوع. طبعا رامي مرجاني الشوتر الافضل شوتر بسوريا كمان، يعني لازم نلاقي له يعني المفروض في حلول له، وراح تطلع المباراه انا قلت لي مباراه رح يعني ما راح تكون مباراه سهله للفريقين، الادفانتج للفريقين هو متساوي، يمكن البنش نحن اقوى من البنش تبعهم او افضل من البنش تبعهم، ممكن يكون هذا الشيء ساعدنا كثير بالمباراه، بس بالنهايه يعني راح تطلع اكيد مباراه حلوه كابتن عمر. كابتن عدي بموضوع كرسي الاحتياط او البنش مثل ما عم يحكي الكابتن عثمان، كيف بتلاقي انت تحضيرك الفني ضد هذا الكلام يلي عم يصير؟ اكيد فريقك حاضر، عندك ثلاث لاعبين خبره، رامي مرجاني وحكم عبد الله ومحي الدين اصبلي، وعندك لاعبين شباب بيمتلكوا خبره كثير قويه وعندهم تجربه كثير منيحه بالدوري العام، قد ايه اليوم قادرين انتم اليوم كاول خمسه وكفريق رديف اللاعبين من الخارج قادرين توقفوا فريق نادي الاتحاد على ارضه بصاله جديده؟ هلا كابتن عمر تعرف انت نادي الاتحاد قوي ان كان بارضه او ان كان خارج ارضه، اليوم بارضه اكيد رح يكون في عنده افضليه اكثر. بتصوري الفريقين اللي بيقدر يضل مركز على مدار ال 40 دقيقه نعم. بتكون اخطائه اقل بالمباراه، بتخيل هو اللي رح يقدر يخلص المباراه له. اليوم مثل ما تفضلت حضرتك اليوم في بنش قوي بنادي الاتحاد، بنفس الوقت بنادي الجيش في مجموعه لاعبين
خبره مع بعض اللاعبين خلينا نقول اللي يمكن خبرتهم اقل بس نشاطهم اعلى. بس مثل ما قلت لك اليوم اللي قدران يضل مركز بالمباراه تكون اخطائه اقل، تخيل هو اللي راح يقدر يخلص المباراه لانه. كابتن عدي اخر سؤال، شو الرساله اللي بتوجهها لا جمهور نادي الاتحاد ولا فريق نادي الاتحاد كيف جاي لعندهم على ارضهم وتلعب بين ارضهم وبين جمهورهم؟ يعني اول رساله بدي اوجهها لجمهور نادي الاتحاد هي انه اشتقنا لهم. يعني جمهور نادي الاتحاد غني عن التعريف قديش الجمهور بيعطي حماس وحتى بيعطي حماس للفريق الخصم لانه بيكون عم بيشكل ضغط عليه، بس اكيد نحن اشتقنا لهم. نادي الاتحاد اكيد اشتقنا نلعب ضدهم وان شاء الله مثل ما قال الاستاذ علاء قبل شوي ان شاء الله تكون المباراه بصاله الحمدانيه. يعني اليوم كره السله السوريه بتستحق صاله بمستوى صاله الحمدانيه، فان شاء الله نكون قدرانين نلعب فيها يوم الجمعه. نتمنى لك توفيق كوتش عدي، اكيد لك ولا فريقك، ونهار جمعه رح نكون بنقل حي ومباشر وين ما كانت المباراة، إذا بصالة الأسد أو إذا بصالة الحمدانية. شكرا كابتن عدي. شكرا لك كابتن. كوتش عثمان، شو الرسالة توجهها أكيد لفريق نادي الجيش جايين من دمشق كثير متحمسين ومصممين يعملوا نتيجة إيجابية على حساب فريقك نادي الاتحاد؟ هلا كابتن عمر، نادي الجيش قلت لك يعني فريق جيد جدا، أنا برأيي فريق محترم وبيلعب باسكت حلوة. طبعا نحن إن شاء الله يكون في حسن استضافة لهم هون بحلب، و يعني راح تكون مباراة، قلت لك مباراة راح تكون مباراة قوية من الطرفين. الادفانتج لأننا عم نلعب بأرضنا، يمكن عم نلعب إذا ضبطت مثل ما قال كابتن علاء بالحمدانية راح تكون راح تتعبى الصالة برأيك؟ شو؟ راح تتعبى الصالة برأيك؟ والله يعني أنا أنت لا تنسى في مباراة فوتبول بالشام مع نادي وحدة عمر، يعني هدول التوقيت يمكن يعني شوي، بس انا اتوقع حضور جماهيري كبير يكونوا مسامين جمهور نادي الاتحاد. لا تخاف عليهم، لا انا بخاف عليهم، لا انت بتخاف عليهم، جاهزين حالهم تماما. قلت لك انه الصالة انا برايي رح يعني زي ما تكون فول هاوس، ما رح تعبها كلها فول هاوس، بس انه رح يكون في جمهور كبير ورح نكون يعني افتتاحي مثل ما بقولوا المباراه الافتتاحيه الاولى، الافتتاح التجريبي للصالة. ان شاء الله موفقين على قد الطموح تبع جمهورنا، وان شاء الله باذن الله نحو لقب الدوري باذن الله تعالى. كابتن نتمنى لك توفيق اكيد كابتن عثمان، لك وللصف الفني والاداري بفريق نادي الاتحاد وللاعبين اكيد. المباراه كمان رح نشوفكم ان شاء الله نهار جمعه من ارض الملعب ان شاء الله. شكرا كابتن عثمان قبلاوي المدرب الوطني في نادي الاتحاد، شكرا. هلا بدنا نشوف كمان احصائيات للجوله اللي صارت، نحن عم نشوف احصائيات. بدنا نحكي كمان عن هي المرحله، افضل المسجلين رامي مرجان من الجيش 49 نقطه، زكريا الحسين من الوثبه 32 نقطه، مراد هاشم من الحريه 29 نقطه، طارق الجابي المنتقل من الوحده الكرامه 28 نقطه، مجد عربشه لاعب نادي الوحده 24 نقطه. هدول افضل مسجلين لهذا الاسبوع. الارقام الفرديه للاعبين، رامي 49 نقطه ضد الطليعه، مجد ابو عيطه 15 ريباوند ضد الفيحاء لاعب نادي الكرامه. طبعا الافضل بالاسيست مهند حتويك كمان من الكرامه 8 اسيست. الافضل بالستيل سرقه الكره طارق الجابي من الكرامه 4، والبلوك الافضل طبعا للعملاق لهابو 5 بلوك ضد النواعير. الاكثر فاعليه الكابتن رامي مرجاني 46 ضد الطليعه، لان نادي الكرامه مسيطر اكثر شيء بالارقام اليوم. نعم. لانه كان عم يلعب ضد فريق صاعد جديد نادي الفيحاء، بنوجه له تحيه اكيد. احصائيات الريباوند الهجومي، الاكثر نقاطا للريباوند الهجومي الوثبه 17، الاكثر التقاطا للريباوند الهجومي الوحده والفيحاء 10 كمباراه طبعا. الاكثر تسجيل للنقاط من الريباوند الهجومي الكرامه 17، الاقل تسجيل للنقاط من الريباوند الهجومي الوحده 5، الاكثر فعاليه بالريباوند الهجومي الكرامه 1.41، والاقل فعاليه بالريباوند الهجومي الفيحاء 0.46 نقطه، واكثر لاعب فاز بالريباوند الهجومي محمد شاهين النواعير 7 ريباوند. هلا كمان نذكر بالنتائج والمباريات، مباريات يوم الاثنين 13/12 يعني بكره، اتحاد وحطين والجيش والوثبه، النواعير الفيحاء، الوحده الثوره، الطليعه الجلاء، الحريه الكرامه. مباريات كمان تستكمل ب 16/12 الحريه والجلاء، طبعا هي منقوله رح تكون على قناه سما، بنشوف نحن شعار قناه سما، الطليعه والثوره والوثبه والنواعير. يوم الجمعه القمه اللي كنا عم نحكي عنها اتحاد والجيش الساعه 4، وحطين والكرامه والفيحاء والوحده. شوف الترتيب مع بعض بشكل سريع،
مع النتائج طبعا اللي صارت للمرحله. رح نحكي الترتيب وانتم كمان شوفوا النتائج وانا بحكي الترتيب. كرامه مركز اول بفارق النقاط طبعا مسجله صحيح. الجيش بشاركه طبعا من الاول للسادس نفس الشيء فرق نقاط، والفرق الخسرانه بتاخذ نقطه، دائما بالسله اللي بيخسر بياخذ نقطه. كل التوفيق اكيد بالمرحله القادمه ان شاء الله. اكيد بتمنى يطلعوا المباريات وتعلى مستوى الفني كمان وكمان لنقدر نوصل لكره سله حقيقيه ان شاء الله. مشاهدينا جوله اخباريه سريعه عالميه ب 90 دقيقه يلا. حلم رياضي آخر في تحطيم رقم قياسي جديد سيتأجل أيضا لأسبوع آخر، الأمر يتعلق بنجم فريق جولدن ستيت ووريرز ستيف كوري الذي اكتفى بثلاث رميات ثلاثية ناجحة على غير العادة في مواجهة فريق فيلادلفيا ليرفع رصيده إلى 2966 رمية ثلاثية في مسيرته بفارق سبع رميات فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم راي ألان. إلى ميادين كرة القدم وتحديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز في غضون 31 ثانية فقط، وقف إشهار البطاقة الصفراء الثانية وطرده من المباراة. أكيد دقيقة 90 خلصوا مباريات بكرة نهار الاثنين، كرة السلة موجودة رح تشوفوها مباشر على صفحة سماء الرياضية وعلى تطبيق سماء الرياضية. أنا كمان بشوفكم نهار الخميس والجمعة بنقل حيوى مباشر من حلب. من هون لوقتها تصبحوا بألف خير. يوم الأحد حلقة جديدة، لا تنسوا موعد دائما يوم الأحد الساعة 9:30. باي باي.